أهلا بكم ونستهل النشرة بالعناوين. مناورات إيرانية في محيط بوشهر ومحافظات أخرى، وحرس الثورة يتوعد برد مدمر وحاسم على أي اعتداء إسرائيلي. قلق في تل أبيب من موجة العمليات الفلسطينية المتصاعدة في الضفة الغربية. بعد فوزه برئاسة تشيلي، مرشح اليسار جابرييل بوريك يتعهد تعزيز الحقوق الاجتماعية في البلاد. وزير الخارجية الصيني يؤكد أن بلاده لا تخشى المواجهة مع الولايات المتحدة ويحذر من سوء التقديرات الاستراتيجية الأمريكية. انطلقت في إيران اليوم مناورات الرسول الأعظم 17، وقد أجريت في محيط محطة بوشهر النووية، وترمي المناورات بحسب حرس الثورة إلى رفع الجاهزية العسكرية لصد أي هجوم قد تتعرض له إيران. تقرير من الحمرية. مناورات عسكرية دفاعية مباغتة في محيط منشأة بوشهر تحسبا لاعتداء إسرائيلي على حين غرة. قبلها شهدت منشأة نطنز المشهد ذاته في خطوة إيرانية واضحة لرفع الجاهزية العسكرية والقدرات القتالية. تحصن إيران منشآتها النووية والحساسة في الداخل لصد أي هجوم معاد، وتحصن حدودها البرية والمائية والجوية بمناورات أخرى. إجراءات تشير إلى أن القوات المسلحة الإيرانية تأخذ التهديدات الأخيرة لإسرائيل على محمل الجد. تهدف هذه المناورات إلى رفع الجاهزية القتالية لقوات حرس الثورة، ورسالتها للأعداء إظهار القوة والعزم والإرادة المستمرة على الدفاع عن إيران وصيانة أمننا ومصالحنا الوطنية، وللأصدقاء والجيران هي رسالة سلام وأمن وأخوة. يحمل قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء غلام علي رشيد أمريكا مسؤولية أي هجوم إسرائيلي على إيران، فبرأيه لا يمكن أن يحصل من دون ضوء أخضر أمريكي، وهذا يشير إلى احتمال أن يتخطى الرد الإيراني أهدافا إسرائيلية إلى أهداف أمريكية، وربما إلى قواعد وأهداف في بعض دول المنطقة في حال سمحت لإسرائيل باستخدام أجوائها وأراضيها. تهديدات الكيان الصهيوني ضدنا هي محاولة تخريبية للمفاوضات كما يراها الغرب، وبالنسبة إلينا هي تهديدات فارغة، وهذا الكيان أصبح عاجزا الآن، وإيران لا تمتلك فقط القدرة الكافية على الدفاع عن نفسها، إنما نقلت هذه القدرة أيضا إلى قوى المقاومة التي تمثل أكبر تحد للكيان الصهيوني. تمضي طهران على مسارين، الأول دبلوماسي عبر التفاوض للتوصل إلى اتفاق يقضي برفع العقوبات، والثاني عسكري دفاعي عبر رفع الجاهزية لصد أي هجوم، لكن المسار الثاني يوازي الأول من حيث الأهداف، إبعاد شبح الحرب وتخفيف التوتر. من الحمرية، طهران، الميادين. نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إجراء أي محادثات مباشرة مع الوفد الأمريكي، وفي مؤتمره الصحفي قال خطيب زادة أن واشنطن لم تقدم أي مقترح ملموس لمجموعة 4+1، ما يثير الأسئلة بشأن جدية نياتها. من المقرر أن نستأنف الجولة المقبلة بعد أعياد الميلاد، ندعو الأطراف الآخرين ليكونوا جديين أكثر بدل تضييع الجهد في الحرب الإعلامية ونشر المعلومات الخاطئة. أمريكا وعلى عكس ما أظهرت لم تقدم أي مقترح ملموس لمجموعة 4+1، ما يثير الأسئلة حول جدية نوايا واشنطن. طهران لم تجري أي محادثات مباشرة مع واشنطن في فيينا، فيما تلقت رسائل عبر منسق الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا وأجابت عليها. أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن ملاحقة قادتها واعتقالهم ومحاولة الانتقام من عوائلهم لن تثني المقاومة عن الاستمرار في مواجهة الاحتلال. الحركة دعت إلى تشكيل مجموعات الرباط في مناطق الضفة لمواجهة الاقتحامات الإسرائيلية، كما طالبت السلطة الفلسطينية بالتوقف عن ملاحقة النشيطين والمجاهدين وعن اعتقالهم والإفراج عن جميع المعتقلين ووقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال.
بقلق شديد ينظرون في إسرائيل إلى موجة العمليات الفلسطينية الأخيرة في الضفة الغربية. يأتي ذلك في ظل تحذير المراقبين من التطور الذي يمكن أن تشهده من حيث الأسلوب والتنفيذ ومن إمكانية محاكاة عمليات مماثلة لها بسبب النجاحات التي تحققها على الأرض. تقرير منال إسماعيل. الارتقاء التدريجي في مستوى تنفيذ العمليات الفلسطينية في الشهرين الماضيين رفع منسوب القلق في المؤسسة الأمنية والعسكرية من موجة عمليات فلسطينية، ورفع معه أيضا منسوب السجال السياسي الداخلي وتبادل الاتهامات بين الحكومة والمعارضة. التطور في الأسلوب والتنفيذ اللذين ميزا عملية إطلاق النار الأخيرة عند مستوطنة حومش قرب نابلس مثل برأي معلقين تغييرا جوهريا في طبيعة العمليات الفلسطينية، وعكس فشل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في منعها بالرغم من كل الحديث عن الاستعدادات استخباريا وعسكريا لمنع عمليات من هذا النوع. عملية حومش قد تكون مغيرة للوضع، فالمنفذ ليس منفردا بل مجموعة مسلحة جيدا وكمين، عملية مخطط لها تماما، والمؤسسات الأمنية والعسكرية فشلت في إحباط هذه العملية. نجاح هذه العمليات وضع الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية أمام معضلة كبيرة تكمن في الخشية من محاكاة عمليات كهذه وعدم القدرة على التكهن مسبقا بحدوثها. بخصوص العمليات نحن نتحدث عن بعدين، الأول على المستوى المعنوي، بالتأكيد هجوم كهذا يخلق دافعا معنويا مع محاولة حماس والجهاد الإسلامي طوال الوقت تشجيع شبان فلسطينيين على تنفيذ هجمات مماثلة. وهناك أيضا البعد الثاني المتعلق بالقدرات العملانية، حيث لا يتعلق الأمر فقط بإرهاب سكاكين أو إرهاب منفذين فريدين، بل إنه شيء أكثر تنظيما. أبقى الجيش الإسرائيلي في الميدان الكتائب الثلاث التي أتى بها من أجل التعزيز، وذلك خشية أن نرى أشخاصا يحاكون أي خلايا محلية تحاول تنفيذ هجمات. وفيما يتحدثون في المؤسسة الأمنية والعسكرية عن وجود إنذارات لاحتمال تنفيذ عمليات أخرى والانشغال في الاستعداد لمنعها، بدا لافتا تجاهل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية اعتداءات المستوطنين المتزايدة على الفلسطينيين وأرزاقهم وممتلكاتهم، ولا سيما في الضفة الغربية، اعتداءات سجلت ارتفاعا بحسب معطيات المؤسسة الأمنية والعسكرية حيث فاقت 400 اعتداء هذا العام. أعلنت كل من الأسيرة مرحة بكير وشروق قدويات ومنى قعدان شروعهن في الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لقرار عزلهن. ويأتي هذا القرار بعد تعرض الأسيرات للاعتداء على يد قوات الاحتلال وخلع حجاب بعضهن. وأكدت جمعية واعد أن إدارة معتقل الدمون فرضت عقوبة على كل الأسيرات بقطع مياه الاستحمام عنهن لمدة 3 أيام، مشيرة إلى أنه جرى نقل الأسيرة مرح بكير إلى عزل معتقل الجلمة والأسيرة شروق دويات إلى عزل معتقل جلبوع، فيما لم يعرف مكان عزل منى قعدان. أفادت مصادر خاصة الميادين بأن وفدا مصريا توجه إلى تل أبيب، إلى حيث سيلتقي مستشار الأمن القومي الإسرائيلي أيال حلوتا وينقل إليه ردود حركة حماس على قضية الأسرى وإعادة الإعمار. المصادر أكدت أن حماس أبلغت المصريين رفضها محاولات ربط إعادة الإعمار بصفقة تبادل الأسرى، وأضافت أن الحل يكمن في دفع الثمن المطلوب لتنفيذ صفقة التبادل وفق الرؤية التي قدمتها أخيرا. الحركة حذرت من أن الاستمرار في سياسة الاحتلال تجاه غزة وفي المماطلة بعملية إعادة الإعمار ستؤدي إلى تفجر الأوضاع خلال وقت قصير. لا يفرق الاحتلال في انتهاكاته بين المسيحيين والمسلمين في فلسطين، ففي غزة تمنع إسرائيل الكثير من المسيحيين من السفر والمشاركة في أعياد الميلاد في الضفة الغربية والقدس، إذ تتحكم في أعداد وأعمار ما يسمح لهم بالخروج من القطاع من المسيحيين كما في كل عام. تقرير وسام العشي. يعني
ينقصنا الذهاب للأراضي المقدسة في بيت لحم في الشق الآخر من الوطن. إحنا فعلا قطعة واحدة، أرض واحدة، لا شك وجود الاحتلال موجود ليفرق بشكل عنصري من ناحية دينية وجغرافية وتاريخية. رغم الصعاب نحاول أن نظهر الفرحة والبسمة الفلسطينية من الداخل. عيد الميلاد هو عيد التجمع والمحبة، العزة والحب لا يجتمعان معا. أمنياتي وصلواتي أن نحتفل جميعا بعيد الميلاد في كل فلسطين من دون هذا التقسيم. العدو الإسرائيلي بحب يعكر مزاجنا. طبعا السنة هذه التسريح اختصرت على 500 تسريح. أنا كواحد من الناس مرفوض من عام 2007، يعني مش من الوقت. طب السنة هذه التسريح طلعت لأهل، للأب والأمة، طلعش للأولاد. في العراق أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة لواء إحيى رسول أن المشورة هي المهمة المقبلة للتحالف الدولي. كذلك أكد المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية تحسين خفاجي أن القوات القتالية الأمريكية أكملت انسحابها من قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، على أن تجلي أيضا قواتها من قاعدة الحرير في أربيل خلال أيام. الخفاجي أوضح لسبوتنيك أن الإعلان الرسمي عن انسحاب جميع القوات القتالية الأمريكية من العراق سيكون في يوم 31 من كانون الأول ديسمبر الحالي. هذه النشرة مستمرة لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي التزام لبنان النأي بالنفس عن أي خلاف بين الدول العربية. وخلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيروت، شدد ميقاتي على أن لبنان ملتزم إجراء الانتخابات في موعدها من دون تأخير. أما غوتيريش فوعد بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتوصل إلى حل سريع لترسيم الحدود البحرية كي يتسنى للبنان الاستفادة من الثروات الموجودة فيه. أما بري فأشار إلى الخروق الإسرائيلية المستمرة بحق لبنان. حصلت على تأكيدات من الزعماء اللبنانيين بأن الانتخابات المقررة العام المقبل ستجرى في موعدها، وسمعت اليوم التزاما من الحكومة بإجراء المفاوضات مع صندوق النقد، والتزاما بإجراء عدد من الإصلاحات الإدارية والمالية اللازمة لكي يتمكن لبنان من الاستفادة من الإمكانيات المتاحة من خلال الدعم الدولي. لبنان في محور استراتيجيتنا وأولوياتنا، وعلينا أن نتفادى أي شكل من أشكال النزاع التي شهدها في السابق لما في ذلك من عواقب وخيمة. لابد من أن نسعى إلى أهداف مشتركة من أجل تحقيق السلام والاستقرار لجميع أفراد المجتمع اللبناني. يتكلم عن وقف الانتهاكات الحربية، ولا تقبل أن يقال أن هناك وقف لإطلاق النار. كذلك الأمر لا يريدون دورا للأمم المتحدة في أي مهمة تتعلق بالجنوب اللبناني وفي لبنان، وخاصة فيما يتعلق بموضوع الحدود البحرية. هذه المواضيع كلها تكلمنا، علما أنه بموضوع الحدود البحرية تكلمنا أن تكون الأمور بعهدة الأمم المتحدة وبرعاية الأمم المتحدة وتحت علم الأمم المتحدة وبمشاركة الأمريكيين، ومع ذلك حتى الآن لا يزال هناك مماطلة في هذا الموضوع، الأمر الذي يؤثر على اقتصادنا وعلى وضعنا. ومعلوم أن الشركات التي رسى عليها الالتزام تؤخر هذا الموضوع بحجج أمنية. بين لبنان والأمم المتحدة روابط وثيقة تكرست عبر مسيرة طويلة من التعاون والمشاركة، ونحن نعرف مدى حرصكم الشخصي على لبنان واهتمامكم بقضاياه ودوره ورسالته، وأننا على ثقة أن زيارتكم إلى بلدنا بالذات
بشخصكم وبما تمثلون تشكل رسالة أمل ودعم وتضامن نحتاج إليها في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها، وبتعاونكم ودعمكم ودعم من تمثلون سيبقى لبنان دوما متمسكا بمبدأ العدالة دربا إلى السلام وأرض الحريات والطلاق والاعتدال. اليسار ينتصر في تشيلي مرشح تحالف الموافقة على الكرامة جابرييل بوريك البالغ من العمر 35 عاما يفوز بسباق الرئاسة. بوريك حصد نحو 56% من أصوات الناخبين وتعهد تنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية. تقرير حسين السيد. من أحد قادة الاحتجاجات التي اندلعت عام 2019 في وجه سياسات عدم المساواة الاقتصادية إلى أصغر رئيس في تاريخ تشيلي، مدعوما بأصوات مؤيديه يدخل جابرييل بوريك الرئيس المنتخب معركة على مستوى أعلى ضد الليبرالية الجديدة، متعهدا بجعل بلاده مقبرة لها وبإعادة دولة الرعاية والخدمات الاجتماعية لصالح الفقراء. سنعمل على تعزيز الحقوق الاجتماعية والاهتمام باقتصادنا الكلي، سيسمح لنا ذلك بتحسين الرواتب التقاعدية والصحة من دون الحاجة إلى الرجوع إلى الوراء بعد ذلك. سيكون لدينا كونغرس متوازن، وهذا يعني دعوة إلى الحوار والتزاما بها. يطرح الرجل اليساري برنامجا حكوميا متكاملا يشمل تحديث الدولة وتقويتها. ألحق فوزه هزيمة بالمشروع المقابل بعد تحقيقه تقدما بأكثر من 11 نقطة على منافسه اليميني المتطرف خوسيه أنطونيو كاستا. بهذا الانتصار تدخل تشيلي المنهكة بالمشاكل والاضطرابات عهدا جديدا، وتنتعش موجة اليسار المتصاعدة في أمريكا اللاتينية على حساب اليمين المتطرف المدعوم أمريكيا. من كوبا وفنزويلا والمكسيك إلى البيرو ونيكاراغوا والمعارضة في البرازيل، توالت التبريكات للرئيس التشيلي المنتخب. عد بعضهم فوزه انتصارا شعبيا تاريخيا مدويا على الفاشية، فيما رأى فيه آخرون عاملا إضافيا لوضع حد لعدم المساواة في أمريكا اللاتينية عن طريق العمل الجماعي. قارة تتوسع فيها دائرة فائزي اليسار في وجه حلفاء واشنطن تدريجيا. من تشيلي إلى البرازيل يكشف استطلاع للرأي تقدم الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا بفارق كبير على الرئيس الحالي جاير بولسونارو في نوايا التصويت خلال انتخابات 2022، ما ينذر بتنامي الحركات المعارضة للولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية. أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بلاده لا تخشى المواجهة مع الولايات المتحدة. وزير الخارجية الصيني أكد أن بلاده سترحب بالتعاون إذا كان يصب في مصلحة الطرفين، ولفت إلى أن المشكلات في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين تعود إلى سوء تقدير استراتيجي من الجانب الأمريكي. إن الأقوال والأفعال الخاطئة للولايات المتحدة لا تلحق الضرر الجسيم بمصالح الشعبين فحسب، بل تضر أيضا بالسلام والاستقرار العالميين. موقف الصين ثابت وواضح، الصين منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة، لكن يجب أن تكون على قدم المساواة. ترحب الصين بالتعاون مع أمريكا، ولكن يجب أن يعود بالفائدة على الطرفين. الصين منفتحة أيضا على المنافسة، لكن يجب أن تكون ذات طبيعة صحية. الصين ليست خائفة من المواجهة وسوف تقاتل حتى النهاية. قال نائب وزير خارجية روسيا سيرجي ريابكوف إن واشنطن لم تظهر حتى الآن أي ردود فعل على مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، ولا يزال الجانب الروسي ينتظر الرد. ريابكوف نوه إلى أن روسيا تنطلق من أن الاتصالات بشأن الضمانات الأمنية ينبغي إجراؤها بصيغة ثنائية مع الولايات المتحدة. ريابكوف استبعد أن تتخلى واشنطن عن المفاوضات مع موسكو بشأن الضمانات الأمنية، لكنه لفت إلى أنها ستحاول إحاطتها بشروط لإطالة العملية. مدينة بيت لحم، مدينة السلام ومهد السيد المسيح، لها مكانة مميزة في قلوب الفلسطينيين عامة والمسيحيين خاصة، وبرغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي حولتها إلى سجن كبير، تبقى مدينة الفرح والمؤمنين، ولا سيما في مواسم الأعياد، نافذة على مدينة السلام بيت لحم لنسرين سلمي.
مدينة السلام، إليها جاءت مريم العذراء باحثة عن الأمان، وفيها ولد السيد المسيح، ومنها تنطلق رسائل المحبة والتآخي إلى العالم. وأنت يا بيت لحم الصغيرة، فلست صغيرة، لست الصغيرة بين المدن، كانت معروفة أنها مدينة صغيرة، لأن أنت منك سيخرج المخلص، مخلص الأمم. مدينة بيت لحم كبيرة في نفوس الفلسطينيين من مسلمين ومسيحيين الذين يتوافدون إليها لزيارة كنائسها ومساجدها ومعالمها السياحية، التي جهزت في العام 2000 على أمل أن تصبح المدينة السياحية الأولى في فلسطين، ولا سيما في موسم عيد ميلاد السيد المسيح حين يأمها الحجاج من أنحاء العالم لزيارة كنيسة المهدي فيها. بالنسبة للمسيحيين في العالم هذا المكان، وبالنسبة للعالم أجمع، هذا المكان المقدس اللي انولد فيه السيد المسيح، اللي هو مذكور في كل الديانات، ولكن نحن بشكل خاص كمسيحيين هذا المكان المقدس اللي بدأ فيه الإيمان المسيحي. لكن بيت لحم مدينة السلام حرمت من السلام في ظل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، فتحولت إلى سجن كبير بفعل الجدار الذي فصلها عن توأمها القدس، وحرم المسيحيين في غزة وأنحاء الضفة زيارتها، حيث فرضت قيود على الحجاج عند قدومهم إلى المدينة. بيت لحم بحيط فيها عدة مستوطنات، في عنا تقريبا 23 مستوطنة بيسكن فيها ما لا يقل عن 160-170 ألف مستوطن، منها أكبر تجمع اللي هو بطار عليد اللي فيها حوالي 70 ألف مستوطن بيعيشوا فيها لحالها. وتصر مدينة بيت لحم على الحياة، ففي كل موسم للأعياد ترتدي حلتها الجميلة وتتهيأ لاستقبال زوارها وإن قل عددهم، فهي مدينة الفرح والأعياد رغما عن قيد الاحتلال. نسر سلمي من مدينة بيت لحم، الميادين. قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. مناورات إيرانية في محيط بوشهر ومحافظات أخرى، وحرس الثورة يتوعد برد مدمر وحاسم على أي اعتداء إسرائيلي. قلق في تل أبيب من موجة العمليات الفلسطينية المتصاعدة في الضفة الغربية. بعد فوزه برئاسة تشيلي، مرشح اليسار جابرييل بوريك يتعهد تعزيز الحقوق الاجتماعية في البلاد. وزير الخارجية الصيني يؤكد أن بلاده لا تخشى المواجهة مع الولايات المتحدة، ويحذر من سوء التقديرات الاستراتيجية الأمريكية. للمزيد من الأخبار والتقارير زوروا موقعنا على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية، الإنجليزية والإسبانية. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.